معنا على الخط الدكتور أسامة عكة. الدكتور أسامة هو استشاري أمراض قلب وشرايين، وحسينا أنه نحن حابين نحكي عن موضوع السكتة القلبية أو الهارت أتاك، والأسماء اللي ممكن في ناس بتسميها جلطة، في ناس بتسميها دبحة صدرية، بتختلف الأسماء وبتختلف هي فعليا علميا الأعراض. بس نحكي شوي عن كيف الواحد ممكن يحس، إيش لازم يحس، إيش بحس وشو لازم يتصرف. معنا الدكتور أسامة. مرحبا دكتور. أهلا بيك. يعطيك العافية وشكرا لانضمامك لإلنا. لا ولا يهمك. يعطيك العافية. دكتور، موضوع مهم جدا، وفي عنا يعني كتير نحنا، يعني أنا وعنود بالقطاع الطبي، ويمكن في حتى أشياء نحنا ما بنعرفها. من الأشياء يمكن نعرف الأعراض بس ما بنعرف نتصرف بالأعراض، فحابين يوم نسمع منك هيك شوي عن إيش الأعراض المقلقة اللي لو الواحد حس فيها لا سمح الله لازم يتصرف. هلا أول شيء شكرا جزيلا على استضافتك لنا الليلة. هذا موضوع خطر جدا، لأنه هلا رقم واحد قاتل في العالم. الدبحة والجلطة يعني أصبحت زي الوباء في الدنيا كلها، ولها أسباب كثيرة. بداية إذا كان الحديث على الأعراض، فالأعراض هي أعراض يعني واسعة بشكل غير عادي. يعني مثلا ألام في الصدر، ممكن يحصل واحد يتفاجأ بألم في منتصف الصدر أو في الجهة اليسرى أو اليمنى، مش زي ما بقولوا لك لازم يكون يعني ألمه على الجهة اليسرى. يعني هذه يمكن زي الأفلام المصرية والهندية، لا هي مرات أغلب الأفلام الأمريكية بحط إيده على وسط. هي الحقيقة سواء في الوسط أو في اليمين أو في الشمال أو في الظهر مرات. رقم اثنين، ممكن يكون في ألم من أصله، يعني ممكن يكون في ثقل مفاجئ أو ضيق تنفس حاد. هذا بينبئ عن وجود مشكلة. تعرق مفاجئ كمان، بغض النظر إذا كان عنده سكر أو لا، أو نزل سكره أو داخ، لكن التعرق مع خفقان، اضطراب النبض، ألام أحيانا بتكون في أعلى البطن. أنا ليش بتكلم عن يعني هي الحقيقة أعراض كثيرة، لكن هذه هي أهمها، سواء الألم أو الثقل أو التعرق أو ضيق النفس المفاجئ. أحيانا بيكون في ألم في البطن، بالذات في الكبار، يعني الكبار السن أحيانا بيكون الألم غريب، يعني بيضرب على الفكين فقط، بضرب على الكتف، على طرف الكتف، بضرب على العنق، بضرب على الإيدين فقط. وهذه بتفوت يعني بشكل غير عادي. أنا برأيي إنه الآلام كثيرة، الأعراض كثيرة، لكن بدها انتباه شديد من الناس اللي حواليه ومن الشخص نفسه. طب هلأ شوي، يعني كتير منا بتصير عنده بعض هاي الأعراض، فايش الواحد كل ما يحس يحمل حاله على المستشفى؟ هلا مش معقول كل واحد بالضبط، يعني كل واحد يوجع صدره يطلع على المستشفى، نص البلد بوجع. يعني انا هلا بترك الاستوديو بروح على المستشفى. ايوه لا 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 لا، هلا الالم يعني للامانه يعني كلمه نغزه، بيجونا مرات ناس عندي على العياده او في المستشفى، يقول لي دكتور عندي نغزه صدري. هلا نغزه يعني هذه نادرة ما تكون ألم من القلب، لأنه كلمة نغزة مش كثير مترافقة بألم القلب. ألم القلب يعني كأنه بيقول، بيحكي عن نفسه، يعني أنا ضغط شديد، تعرق، اضطراب غير عادي، مفاجئ، حرقة. يعني أحيانا بيكون بيرنينج يعني حرقة في وسط الصدر، والناس حتى مرات بتهيئ لها أنه هذا مجرد مشكلة بالجهاز الهضمي. الحقيقة هذه الألام تنبئ عن نفسها. يعني الواحد بيقدر يعرف، يعني بيعرف انه هذه اعراض غير عادية، مش متعود عليها الى حد ما. مش نغزة، مش نغزة لانه كان يدخن، مش نغزة لانه والله في غازات، مش نغزة لانه او لو والله انا عندي حرقة. يعني المصيبة احيانا انه في احنا عندنا مشكلة اللي هي بسموها الفتاوي، هاي الفتاوى الطبية. يعني مش بس فتاوى الدينية، الفتاوى الطبية يعني هذه كارثة. يعني واحد بيكون عم بنجلط والناس عم بتقول له طب اشرب بيريه، اشرب 7 أب، يعني بموت وهو عم بيشرب 7 أب. يعني مش ضروري نجلط الرجال وانت عم بتشرب 7 أب. توكل على الله، توكل على الله. طب ما احنا كنا متوكلين على الله، مش ضروري انه يعني في شيء اسمه اخل وتوكل، اخل وتوكل. صحيح. في عندك عرض غير عادي، غير طبيعي. هذا العرض المفروض انه مباشرة تتصرف. هون احنا ننتقل لخطوة ثانية بعدها اللي هي التصرف. بالزبط. اذا صارت الاعراض بالزبط. اللي هي دي النفس او الوجع او التعرق او الثقل او الالم او الحرقة. التاريخ العائلي، عفوا دكتور قطعتك، بس التاريخ العائلي بيلعب دور كمان صح؟ يعني هلا الحقيقة في اسباب كثيرة من ضمنها التاريخ العائلي، جينات. يعني اذا كان شيء في العيلة
طبعا العمر كمان، مع انه الايام عم نشوف اعمار صغيره هالايام، عم نعمل قساطر وبدخلوا على المستشفى ناس بذبحه وبجلطه وعمره 20 30 سنه، هاي كمان من اللي يعني بدي اسميها تحت بند خدعوك فقالوا، بعده صغير بعده صغير، عم نشوف مشاكل بسبب الحكي اللي حكيتيه تفضلتي فيه في البدايه، في دخان وفي توتر وفي اعراض نفسيه وجسديه ومشاكل. يعني بعتقد انه التاريخ العائلي جزء مهم، هذا بنبه على انه الانسان لازم يكون متابع نفسه بشكل. اوكي، فاول شيء يعمله بس يحس بالاعراض الفعلا مقلقه. هلا بمجرد ما يحس باعراض من هذا النوع، اول شيء اذا كان في اسبرين بصراحه حواليه يمضغ له حبتين اسبرين كبار. يعني يمضغهم، وانا عشان هيك بدعو الناس كلها يكون عندها اسبرين في البيت. رقم اثنين، اي حدا جنبه معاه يطلب الاسعاف فورا. اول سياره اذا كانت قريبه او مستشفى او مركز قريب، اذا ما كانش بده يعني حدا من الموجودين يساعد هذا الشخص بانه يتحرك فيه باسرع ما يمكن الى اقرب مستشفى. لانه زي ما حكينا فيش داعي للفتاوي في الموضوع، يعني احيانا تكون فتاوي قاتله، تعرفت يعني انت لما بتقول بدك تجتهد فعلا، عدو عالم خير من صديق جاهل. لا، يسحبه ويطلع فيه على المستشفى. اول شغله احنا نفضل ياخذ اسبرين، لهذا السبب انا بحب انه الواحد يكون عنده اسبرين في المنزل. رقم اثنين، اذا كان شبه واضحه الصوره انه عنده جلطه، رقم اثنين ينقل على اقرب مستشفى، وفي المستشفى ببلش الشغل هناك. الطوارئ على طول حيعملوا له تخطيط، حيعملوا له فحص انزيمات القلب، حيحطوا له اكسجين، حتوصلوا طبيب القلب المسؤول او المناوب او الشخص اللي هم بيعرفه، وعلى طول حيطلبوه، حيشوف اذا في عنده اضطراب النبض بده تعديل، اذا كانت في عنده فعلا ذبحه او جلطه، وفي فرق على فكره بين ذبحه وجلطه. اوكي. الذبحه ألم، إحساس بالألم ناتج عن تضيق أو عدم وصول دم. الجلطة معناها في شريان انسد وأصبح في خراب أو تلف في خلايا من خلايا القلب، ففي فرق، الذبحة تؤدي إلى جلطة. على طول في المستشفى رأسا بيبلشوا بالفحوصات، إذا كان السكر طالع، الكوليسترول طالع، إذا كان بيدخن طبعا كل الناس اللي بيدخن حواليه المفروض توقف. حنشوف الأعراض الأخرى إذا كان عنده مشاكل، بعدين بنلحقها الموضوع، السمنه، البدانه، قله الرياضه، التوتر العصبي، يتم التعامل مع الموضوع، شغلات كثيره. لكن بدايه بمجرد ما يحس بالاعراض اللي حكينا عنها بده يكون في حركه، وحركه سريعه باتجاه هذا، لانه صراحه الوقت يعني الوقت قاتل. طيب الدكتور، لو الطريق طويله في شيء ينعمل خلال هاي الطريق او ما في مستشفى قريب؟ عاده بنفضل انه هدوء كامل، هدوء. اذا كانت الطريق طويله وما توفرش سياره اسعاف او دفاع مدني او حدا اللي ياخده، بده يكون نسمح في مجال هيك للتنفس، مجال انه يكون في تهويه جيده، تنفس بهدوء، زي ما قلنا اسبرين ممكن ياخذ الواحد. بيكون انا بنصح كل الناس تكون متعلمه على موضوع اللي هو بسموه اللي هو الانعاش القلب والرئه، لا سمح الله اذا صار توقف بده يخبط على صدره، اذا لقى انه نفسه راح بده يتنفس بيعطي له اكسجين او هواء. هاي الاشياء بده يكون شخص من الناس اللي اعصابهم هاديه، يعني ما يكملش عليه، يعني انا بخلي يحاول يخفف عنه. صح، مش صحيح. انا بحكي لك قصه اللي قاعد يقرا عليه، يعني في ناس كانت تقعد تقرا عليه. ما عندنا مشكله في القراءه يعني، بس مش معقول يقرا عليه هو عايش، يعني ممكن يقرا عليه بعدين. طب دكتور، دورات الانعاش القلب والرئه عندك فكره وين ممكن واحد يقدر؟ والله هذه دورات الانعاش عاده بتتم في مستشفيات مختلفه، سواء مستشفيات حكوميه او مستشفيات خاصه. يعني الموجوده اللي بده يقدر يسجل على المدينه. أوكي. الجيش يعني البشير، المستشفيات الخاصه هذه بتعلم الناس، يعني اذا صار امامهم يعني صادفوا حاله من هذا النوع انهم يعني يقدر يتصرف، لانه مرات والله انه مجرد خبطه على الصدر، خبطه قويه تنعقد في مكان صح، ممكن انها تنقذ حياته. نعم صحيح. فانا بنصح الكل في هذا الموضوع يعني انه يتعلمه. صحيح. طبعا موضوع الاسبرين حكينا عنه. نعم. وموضوع الدخول للمستشفى حكينا، وعدم يعني ما نتفلسف في قضايا يعني خلينا نسميها ما بنفهمش فيها. يعني فعلا لازم يكون ذوي الخبره وذوي العلم هم اللي على اطلاع. ويمكن كمان اما يفوت على المستشفى راسا يخبر انه انا المرافق معه، يخبر انه شاكك بحاله او يعني عنده اعراض. اول ما بيفوت من الباب بيفوت بقول انا شاكك في وجود جلطه او ذبحه، عشان يكونوا مجهزين الاكسجين، راح يعطوا له مميعات، ممكن هيبارين او ادويه خاصه عشان اذا كان في بدايات جلطه يدود اذا قدر. وبعدين على طول بتصلوا بالطبيب القلب، طبيب القلب بالتاكيد راح يجي يقول لهم على الاقل الى ان يصل ايش اللي لازم يسووه. واظن راح يكون الاجراء الاولاني بعدها انه يعمل له، يدخله على قسم القسطره ويصور شرايينه. طب دكتور، احنا هلا ايش الاجراءات اللي يعملها الشخص السليم
علشان ما يوصل، إيش الإجراءات اللي يعملها الشخص السليم عشان ما يوصل لا سمح الله لكل هاي الأعراض ولكل هاي اللبكة؟ تمام، بداية ولازم يعرف إذا في تاريخ عائلي ولا لا في العائلة عشان ينتبه أكثر. رقم 2 بده يمارس رياضة. حكيت قبل شوي أنه لازم يمشي، بعتقد أنه إحنا كنا مقصرين في هذا البند. صحيح، يعني لو مشي كل يوم نص ساعة، يعني مش ضروري، مش معقول السيارة توقف جنب المكتب وجنب البيت وينجم إذا كان بعيد 50 متر عن منلف 4 مرات حوالين العمارة حتى نلاقي الباب. حوالين يعني يصف شوية بعيد، يطلع على زي ما قلت يطلع على الدرج، ما يطلع بالأسانسير، يحاول إنه يحرك حاله. مش ضروري الرياضة الوحيدة اللي بمارسها تكون رياضة الشدة، يحرك أصابعه بس، يعني يحرك جسمه. يعني التدخين لازم يحاول بقدر الإمكان يبعد عنه. طبعا السمنة والبدانة بده يختار، خلينا نقول الأكل الصحي من خضار من فواكه من أسماك، بالذات الأكل المشوي أفضل من المقلي والزيوت. الجنك فود اللي إحنا عم ناكله قاعدين في المطاعم، الوجبات السريعة اللي مأساوية مسوية مشكلة كبيرة 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 عند الشباب وعند الأولاد. صار في عنا إشي اسمه سمنة الشباب والأطفال، صار عنا إشي اسمه أمراض القلب عند الشباب والأطفال، وهذه ظاهرة ما كانت زمان. زمان كنا نعالج الناس أن يكون عمره 70 سنة أو 80، هلأ 20 و30 عم نشوف شباب ومنشوف هلأ جلطات. ناس عندهم الكوليسترول والدهنيات عالية وهم بعمر كتير صغيرة. هذا موضوع الكوليسترول بناء على هذا الحكي بيزور الطبيب بشكل دوري، سواء طبيب عام، طبيب استشاري، في طبيب أسرة، في العيادات، في الطوارئ. ياخذ دائما يعمل فحوصات دورية للكوليسترول، للسكر، للضغط، لأن الضغط أحد أهم أسباب الجلطات. السكر أحد أهم أسباب الجلطات، ومشكلة السكر مع الدخان مع الضغط يعني هذه عبارة عن قنبلة موقوتة. يعني بده ينتبه كتير 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 للأمراض المرافقة أو الموجودة، لأنه هذه كلها عبارة عن عوامل نسميها عوامل خطر. هل الفحوصات تكفي كل 6 أشهر ولا لا بكفي كل سنة؟ في حالات بعتقد أنه كل سنة مناسب، في حالات بدها كل 6 أشهر، في حالات كل 3 أشهر حسب الشخص. الشخص السليم شخص كبير، الشخص السليم لو عمل كل سنة وكانت الأمور طبيعية وزار الطبيب بحيث أنه عمل فحص دوري وشيك على ضغطه على سكره وكوليستروله على الدهون على كل شيء، وعمل الحركة والرياضة وبعد عن الدخان، أعتقد يكفي مرة بالسنة. لكن في حالات تتطلب أكثر من مرة، يعني بده كل 6 أشهر، بده كل 3 أشهر، حسب إذا كان عنده أمراض خاصة. يعني في أمراض معينة مؤذية، حتى من ضمنها أمراض المفاصل وأمراض الأنسجة، لأنه برضو مرات بتكون لها علاقة بمشاكل القلب. ودكتور في يعني في فحوصات للقلب، يعني غير الفحوصات المخبرية، في أشياء دورية يعملها الشخص السليم للقلب؟ يعني بداية أنا الحقيقة آخر سؤال ما سمعته. يعني بالإضافة للفحوصات المخبرية، في فحوصات خاصة للشخص السليم ممكن يعملها للقلب زي تخطيط طبعاً. ما طبعاً هلا إذا كان عنده ضغط أو ما عنده ممكن يعمل إيكو للقلب، اللي هو تصوير القلب بالموجات الصوتية. إذا في مشكلة تضخم عضلي صمام. رقم 2 بيقدر يعمل تخطيط جهد. تخطيط الجهد هذا يسوي عبارة عن نشي وحركية عشان يشوف إن القلب يستطيع أن يوصل الدم لكل مناطق القلب بسهولة، وأن فيه مشاكل وتغيرات تحصل تنبئ عن وجود مشكلة تتطلب أن يعمل تصوير شرايين للقلب، اللي هو يسمونه تصوير الطلقي لشرايين القلب، أو إجراء قسطرة قلب. القسطرة أعتقد أنه ما راح أدخل فيها بالتوسع الشديد، لكن هي عبارة عن تصوير شرايين القلب عبر إدخال أنبوب بتضخ مادة ملونة، بتشوف إذا الشريان مسدود أو لا، وبناء عليه ممكن أنك تتوسع الشريان بالبالونات، تزرع شبكات، أو يتطلب جراحة، أو فقط أدوية. يعني معناها إحنا بحاجة لأنه زي ما قلنا نعطي العيس لخبازة، يعني لازم يروح على الطبيب ويقرر له إيش الإجراء المناسب بناء عليه. يعني ممكن أنه محتاجش تخطيط جهد، ممكن محتاجش إيكو، ممكن مجرد فحص دوري بالمناسبة، مجرد زيادة النبض ممكن يكون عامل من العوامل المؤذية. ممكن يكون عنده مشكلة في الغدة الدرقية ولها علاقة سكر وضغط. صحيح. ممكن يكون عنده مشاكل غير الدهنيات برضه، زي ما قلنا مشاكل روماتيزمية كمان لها علاقة بالشرايين. فهي تتطلب من الشخص أن يكون طبيب نفسه إلى حد كبير، يعرف هو وين واقف، يعرف إيش لازم يعمله، لازم يزور الطبيب بشكل دوري، لازم ينتبه لأكله، لازم ينتبه لحركته، ينتبه لموضوع الدخان اللي بدخنه. مواضيع نفسية على فكرة، يعني أكيد إحنا بنعيش في هناء وسعادة بالغة، فيعني هذه ممكن تكون هي أحد أسباب الجلطات. صحيح. يعني من الأشياء اللي بتأذي الإنسان التوتر الفظيع اللي موجود سواء في المنزل أو في العمل أو في البلد، المعيشة في أي مكان المعيشة.
مزبوط. دكتور أسامة عكا استشاري أمراض القلب والشرايين، منشكرك كتير لحضورك معنا اليوم وللمعلومات القيمة اللي أعطيتنا إياها. شكرا لكم، استمعتكم، شاء الله نضمن حياة قادرين على خدمة الناس. شكرا الله. شكرا لك. شكرا. حلو ويالي لها الدنيا تسحر بحالها، وكلمة سر قلب الفجر وطل الفجر وقالها، طل الفجر وقالها. دل علي خيال نجمي صبحي مضواي. يعني موضوع الجلطات والأمراض القلب موضوع مهم، زي ما قال الدكتور، يعني الواحد بحس إنه العرض مش طبيعي، مش نخزة بسيطة أو إشي ضايقه، بيكون عارف إنه هذا الموضوع جاد أو مش متعود على هذا العرض بالعادة. الهدوء جدا 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 مطلوب بهاي الأشياء، عشان واحدة من الأشياء اللي بتصير عند الإنسان الأدرينالين بنفرز بالخوف، فبعمل أعراض ممكن تحاكي أعراض الجلطة، فكمان تختلط الأمور. بالضبط، تختلط الأمور. فقدر الإمكان، قدر الإمكان، كل ما الواحد كان هادي أكتر بقدر يسيطر على الحالة أكتر، بقدر يميز فعلا يعني فعلا في إشي غلط أو لا، واللي بقدر يروح على المستشفى بأي لحظة ويعمل كشف على حاله يعني إن شاء الله. هلأ إحنا بآخر حلقتنا لليوم، منذكركم إنه هاي الحلقة بتنعاد يوم الأربعاء الساعة 10:30 الصبح، ومنتمنى تكونوا استفدتوا بحلقة اليوم، ومنلقاكم إن شاء الله يوم الأحد القادم الساعة 6:30. إلى اللقاء. إلى اللقاء.